السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما احنا عارفين ان البيم عمل نقلة كبيرة في صناعة العمارة والهندسة والبناء، وبيمثل يعني نموذج او تمثيل رقمي للمباني والبنية التحتية، بحيث ان احنا نقدر نفهم بشكل افضل التصميم. فالبيم بيستخدم بشكل واسع في البناء، لكن الفوائد بتاعته مش بس اثناء التصميم او مرحلة البناء، لكن ايضا تشغيل وصيانة الرسوم. فعشان العالم كله اشتغل على نفس الكود، بدأ الناس كلها تبدأ توحد القياسات، وبدأ ان احنا نعتمد على الايزو 19650. فبنلاقي ان في كذا جزء. الجزء الاول بيتكلم عن المفاهيم والمبادئ للايزو، بيدينا نظرة عامة على مفاهيم ومبادئ البيم، وبيعرف البيم ان هو تمثيل رقمي للخصائص المادية والوظيفية للاصل، واللي ممكن ان احنا نستخدمها عشان نصنع القرار طوال فترة حياة الأصل. والمعيار بيأكد على أهمية النهج التعاوني لنماذج البيم، مع التواصل وأدواره ومسؤوليات واضحة وبروتوكولات تبادل المعلومات وإيه هي أطراف المهمة جدا في المشروع. وبيسلط الضوء على الحاجة لجودة البيانات، وبيركز على الكومن داتا انفايرومنت اللي هي السي دي اي عشان نعرف ندير بيانات البيم ونتشاركها. طيب بعد كده بنخش على الجزء الثاني أو الكتاب الثاني، اللي هو الايزو 19650 ديليفري فيس اوف ذا اسيت، او مرحله تسليم الاصول. ايزو 19650 الجزء الثاني، وده بيركز على مرحله تسليم الاصل اللي بتشمل التصميم والبناء والتشغيل تجريب الاصل، وبتحدد ايه الناتج اللي هيطلع لنا من البيم زي المودلز والرسومات والمواصفات، وبالاضافه لبروتوكولات تبادل المعلومات بين الاطراف المشاركه في المشروع. وبيحدد المتطلبات إدارة بيانات البيم واستخدام الكوماند داتا انفايرومنت ومتطلبات البيانات والتحقق من جودة البيانات. بعد كده نخش على الجزء الثالث اللي هو المرحلة التشغيلية الأصول، Operational Phase of the Asset، الايزو 19650 الجزء الثالث. وده بيركز بقى على المرحلة التشغيلية الأصل اللي هي الصيانة والتجديد وإيقاف تشغيل الأصل، وأهمية انتقال الثالث من مرحلة التسليم لمرحلة التشغيل مع نقل بيانات البيم والوثائق. والمعيار ده بيحدد متطلبات إدارة البيم أثناء مرحلة التشغيل، بما في ذلك استخدام الكوماند داتا انفايرومنت ومتطلبات البيانات وتحقق من جودة البيانات. وبيأكد على أهمية استخدام البيم لإدارة الأصول زي مراقبة الأداء وجدولة الصيانة وتقييم المخاطر. كده خلصنا من الجزء الثالث، نخش على الجزء الرابع، معايير الايزو 19650. وده بيركز على الانتاج التعاوني للمعلومات، collaborative production of the information. وده اهم حاجه في البيم، اللي هي متطلبات اداره المعلومات زي تحديد تبادل المعلومات، التحكم جوده المعلومات، متطلبات اداره البيانات البيم، استخدام الكوماند داتا انفايرمنت ومتطلبات البيانات والتحقق من جوده البيانات، وأهمية اتباع نهج منظم لإدارة البيانات وأدواره ومسؤولياته واضحة وبروتوكولات اتصال وإجراءات إدارة التغيير. نخش بقى على الجزء الخامس اللي هو متطلبات معلومات الأصول، Asset Information Requirement ISO 50. الجزء الخامس بيحدد متطلبات معلومات الأصول الـ AIR، وهي الاحتياجات المعلوماتية الأصل طوال مدة حياته. وبيحدد الـ AIR إزاي نتحقق من صحته وإزاي نوثقه، متطلبات تسليم الـ AIR في شكل بيانات وثائق، وأهمية النهج التعاوني للـ AIR، والتوضيح للأدوار ومسؤوليات وبروتوكولات تبادل المعلومات. يعني زي ما احنا شايفين إن الـ ISO 19650 هي معايير بتحدد إدارة المعلومات باستخدام نهج معلومات البناء اللي هو البيم. خمس أجزاء بتغطي المراحل المختلفة من دورة حياة الأصل، بما ذلك التخطيط والتصميم والبناء والتشغيل والصيانة، وكل جزء بيقدم توصيات عشان نحدد إطار عمل إدارة المعلومات، بما في ذلك التبادل والتسجيل والتحكم في الإصدار والتنظيم. لو أنت محتاج معلومات أكتر وتوسع في موضوع الـ ISO 50 والبيم، هتلاقي السلسلة بتاعت Just BIM، أو خش على قناة بيم أريبيا على اليوتيوب، هتلاقي الشرح وافر. تقريبا عملنا ما يقرب من 500 فيديو في فكرة البيم وفكرة الأكواد. إن شاء الله تكون مفيدة بالنسبة لكم.